السلام عليكم. اليوم مع وصفة مطبخ دليلة ديزات، جيتكم بوصفة معجون سفرجل بطريقة سهلة وناجحة 100%. ابقوا معايا حتى آخر الفيديو، وما تنساوش تشجعوني بلايكات، ديروا البرتاج وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دوك نجوزو الوصفة. وهنا بسم الله نجوزو المعجون تاعنا تاع سفرجل بطريقة سهلة وناجحة 100%. هنا جبت سفرجل تاعي، شريته اليوم في المارشي، غسلته مليح بلا لافات، يعني كي تنقيوه ماشي هكا باك تغسلوه بيديكم، لازم بلا لافات تحكوه باش يولي لكم هكا كيما حبة تاع التفاح املس وما فيهش الغبرة. دوكا هنايا انا حطيت القدرة تاعي في تغلى، ونجيو نقيو السفرجل تاعنا بالموس. بسم الله نقيوه هكذا كيما نقيو التفاح. نقيه كامل، هاي ليك حاجه سهله. نتوما كي تشريو ما تشريوش برك هذاك اللي تلقاوه فيه اللي بزاف لي دودان هنايا متقب كاع، هذاك تلقاوه لداخل شويه راشي ديجا، شوفوا هكا ونلقاو شويه فيه لي طاش. مهما يكون جيبوا بك هكا الموس يكون صغير ماضي باش كي تقشروه. هاي ليك دوك نكمل نقشرو كاع ونولي لعندكم. هنا من بعد ما قشرتو دوك نجيب نقطعو، نجيب هكا الموس حاد، نحطو لابلونش باسكو من داك تجيكم واعر شويه بالك برك يديكم حبيبات الغاليات. وانا كيفاش كنت ندير، كل ما نقشر وحده نوجد هكا، وجدت هنايا نص حبه قارص داخل ما عصرتها ونص هادي، ندير لها هكذا ونحطها في هاد الماء، فهمتوني؟ هادي دوكا الابراج هادو نقطعهم على أربعة، ولا شت حبة كبيرة بزاف قطعوهم البراج على حسب نتوما كيفاش حبيتو. هكا دوكا نحي هذاك العلف تاع الداخل شوية برك يابس شوية واعر. هايليك ها شوفوا هذا كيما العظم، لازم تنحيوه باش ما يجيكمش كي تاكلوا هذاك هاد السفرجل في المعجون يجيكم يابس كي الحجره. كنت سمعوا شوفوا لازم هذا نحيه. فوالا نعاود نرجعوا في هاد الماء نكملهم كيما راهم، نزيد لكم غير هذا بالك برك يديكم. هاي ليك ونديرو في هاد الماء ورا هاد القرص، نكملو هكا وحدي. وهنا دركا بعد ما قسمتو هكذا براج نتوما تحبو تقطعوه مكعبات صغار، تحبو تخليوه كيما هكا براج. انا هنا خرج لي 900 غرام، ما توزنوش السفرجل تاعكم كي تشريوه بعد ما تنقيوه كاع باش توزنوه. انا خرج لي هنايا 900 غرام، وهاد القشور ما نرميهمش، هادو نخليهم باش نغلي عليهم، يعني نديرهم في القاعده تاع القدره، وهذا نفورو. اروحوا معايا. هنا بعد ما تغلى لي هذاك الماء، هم ديك هذوك القشور نرميهم في الماء، بعد نسحقهم هذوك الماء ونزيد نحط هذاك السفرجل اللي نقيته، نغطيه بالغطيوة نخليه حتى يطيب كي الزبدة، لازم يطيب بيان. وهنا دوكا بعد ما طاب لي هذاك السفرجل نحيتو دكوتي، نحيت من الماء تاعو. هنا عندي 900 غرام تاع سكر كريستاليزي، باسكو مقبيلة كي وزننا هذاك السفرجل وزناه 900 غرام، صافي هنا تاني ندير سكر كريستاليزي 900 غرام. ما تقولوش بزاف خاطرش هنايا ما نقدروش نديرو المعجون تاعنا يكون مايه، سينو ما تاكلوش المعجون، هذا هو القاعده تاعو. عندي تاني 900 غرام تاع الماء،
اللي غلينا هذوك القشور، فورنا هذاك السفرجل هذيك نحيتهم سخونين، وعندي هنايا هذوك لي العظيمات تاع السفرجل، شوفوا كيفاش راهم يتلاصقوا. هذا دوك يديرنا شغل كيما لا جولي في هذا المعجون، يجينا هايل. درتو لداخل غير هذوك العظيمات، ونزيد هذيك نص حبه قارص نعصرها، ونزيد اللوحه لداخل. لو كان حطها فوق النار كي تبدا تعقد نولي لعندكم، وهنا كي بدات تعقد وانايا من داك طون زون طون دوك مقبل ما نوري لكم بلي حيلا هاد رغوه منا، شوفوا كي ديروا هكا لقاوها ماشي عاقده بزاف بصح تلصق ثقيله، شوفوا هايلي. وهنايا طون زون طون نحي هاد الرغوه هكذا كي تجمعنا دكوتي هايلي، نحيوها باسكو هادي اللي تخسر لنا المعجون تاعنا عليك. وهنا تاني نعطيكم النصيحه، هنا كي تشوفوا هاد الرغوه بدات شويه زياده صافي راهي يعني مليحه يعني راهي عاقده شويه. وهنايا كي نديرو هكا كي شفتوا فارلي طابلي هكا زبده دوكا نحيتو راه برد باسكو بهذاك الماء اللي درت هاد المعجون تاعنا هاد السيرو تاعنا، يعني ماشي السيرو خفيف، معجون يجيكم شويه هكا ثقيل. لو كان نرمي هذا البراج تاع سفرجل ونخلي هذاك القارص تما، كيما تحبوا تقطعوه مربعات صغار هذا يرجع ليكم. فوالا وهنا دو كنشعلو يتغلى ونقصلو ونخليه تاني يزيد، نقولكم شحال دالي هنايا الوقت. هاوليك حبيبات الغاليات، معجون تاعنا تاع سفرجل بطريقة سهلة وناجحة 100%، سهلة للتحضير. هنا أنا قدمته لكم في هذا الأسبوع، هذا تاع حبيب تجارتي يعني خبيتهم هكاك سوفينير تاع زوج تاع بنتها وسيلة، دوكا درتهم هم ليك بين زوج هادو. ولا تشوف الفيديو نحييها من هذا المنبر. دوكا هنايا نحي لكم هكا حبه باش تشوفوا المصداقيه، انا خليت درتهم هكا براج. وهنا تشوفوا شوفوا كيف خرج لي يعني هذا المعجون، شوفوا العسيله تاعو كيف تجي، شوفوا ماشي عاقده بزاف بزاف وماشي خفيفه مليحه برك هايلي. ونقسم لكم تاني تشوفوا هذاك السفرجل، شوفوا زبده بصح ماشي محرحر، شوفوا هذيك. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، لا عجبكم ماذا بيا ديروا لي البارطاج وتفرحوني بلي جام كيما فرحتوني ربي يفرحكم، وخليوا لي تعليق صغير ماذا بيا نشوف التطبيقات تاعكم هكذا. ومقبل ما نروح نسيت ما قلت لكمش، انا خليته بعد ما درت هاد السفرجل دخل هذاك السكر كي بدا يتلاصق، زدت له غير 10 دقائق تغلى دخل هذاك السكر طفيت له هكذا. نخليكم حبيبات الغاليات في امان الله في فيديو واحد اخر، قلت لكم ماذا بيا نشوف التطبيقات تاعكم في الخاص، صوروا لي واش راكو ديروا في البريفي في كويزين داريلا ميسنجر ولا في الانستغرام كوزين داريلا دي زاد في البريفي تاعي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.